الحقيقة هذه رؤية من السيد مقتدى الصدر لمن يرغب في الاشتراك في هذه الحكومة، وقد تكون هذه الرؤية هي رؤية إذا صح التعبير متزمتة لا يمكن التفاوض بها، ويمكن أن يكون هناك أيضا من جانب آخر ممكن أن يتفاوضوا فوق هذه الرؤية. لحد الآن لم يتم المصادقة على الأسماء، لم تعقد الجلسة الأولى، وبذلك من الصعب والتكهن الآن بطريقة تشكيل الحكومة سواء كانت من الكتلة الصدرين أو مع الإطار التنسيقي أو كلا على انفراد. في بشكل عام الأمور غير واضحة لحد الآن. إذا ما ذهب الأخوة الصدرين لوحدهم في تشكيل الحكومة أنا أعتقد ستكون هناك مشاكل، ستكون هناك صعوبة في التشكيل. كذلك الأمر ينطبق على الإطار التنسيقي إذا ما ذهبوا لوحدهم لتشكيل الحكومة، لكن نحن نتأمل أن يكون هناك انفراج في هذا الموضوع وأن تلتحق سواء الإطار التنسيقي أو قسم من كتل الإطار التنسيقي تلتحق بالسيد مقتدى الصدر أو العكس، ويتم التفاهم على تشكيل الحكومة أو يتم التفاهم على أن تذهب بعض الكتل إلى المعارضة وبعض الكتل تذهب إلى تشكيل الحكومة.